السلام عليكم اخواني الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. اخواني الكرام، التطبيق اليوم تطبيق رائع جدا. اول شيء هذا التطبيق اخواني الكرام مخصص الى المحتوى الرياضي، يعني كل ما هو رياضة هذا التطبيق يحتوي عليه. واللي عجبني كثيرا في هذا التطبيق اخواني الكرام انه يعني فيه في الصفحة الاولى تاعو عنده جدول كل الاحداث الرياضية المباشرة، يعني وعندما تضغط على اي حدث من هذه الاحداث يخرج لك جميع القنوات التي تضم هذا الحدث بجميع اللغات وبجميع في جميع انحاء العالم. تطبيق رائع، فيه جودة خرافية اخواني الكرام وسلاسة، يعني ما فيش تقطعات، جميل جدا. جربته هذا التطبيق عندي منذ يعني كثير من الوقت اخواني الكرام، واليوم احببت ان اشاركه معكم ان شاء الله. قبل البدء وبعد بسم الله الرحمن الرحيم، اخي الكريم اذا لم تكن مشترك ادعوك الى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لكي يأتيك جميع جديد ان شاء الله ولا تضيع الفيديوهات القادمة. واذا اعجبك المحتوى واعجبك التطبيق ارجو منك فضلا وليس امرا ان تضغط على زر اللايك لدعمنا وتحفيزنا لتقديم المزيد. الآن سوف نبدأ بطريقة تحميل التطبيق إخواني الكرام. سوف نفعل نفس الشيء كما فعلناه في الفيديوهات الأخيرة. نذهب إلى جوجل بلاي ستور كالعادة، نحمل تطبيق داونلودر. كما ترى أخي الكريم تذهب هنا في جوجل بلاي ستور تحمل تطبيق داونلودر. بعد ما تحمل تطبيق هذا أخي الكريم تعطيه صلاحية، تذهب إلى الإعدادات، بعد ذلك تنزل إلى هنا أبليكاسيون، بعد ذلك تنزل الى سيكوريتي اللي هي امان وقيود، بعد ذلك تضغط على اول واحدة اللي هي مصادر مجهولة، تذهب الى تطبيق داونلودر وتعطيه صلاحية. هو يكون هكذا تعطيه الصلاحية. الان اخي الكريم سوف نعود ونقوم بتحميل تطبيق اسمه انلينكد. هو عبارة عن متجر اخي الكريم، في هذاك المتجر فيه تطبيقنا لليوم وفيه تطبيقات رائعة وخرافية لجهازك الاندرويد، لهذا انصحك بمشاهدة هذا الفيديو حتى الاخير. الان نذهب الى خانة البحث اخي الكريم وهنا نكتب انلينكد. نقطة لينك، هذا رابط تطبيق المتجر اخي الكريم، نضغط على جو. سوف ياخذنا مباشرة اخي الكريم الى صفحة الرسمية لهذا التطبيق. ننزل الى الاسفل ونضغط هنا على داونلود ابيكا. سوف يقوم بتحميل التطبيق مباشرة كما ترى هنا. الان انا حملته من قبل، لن احمله مجددا. بعدما تحمله اخي كريم تضغط على ديليت لانك لا تريد تثقيل جهازك بملف لا تحتاجه، تضغط على ديليت، هكذا تقوم بحذف الملف. الان قبل فتح تطبيق انلينكد اخي كريم يجب فعل هذا مهم جدا، تذهب الى الاعدادات كما فعلنا مع داونلود اخي الكريم، تذهب الى ابليكاسيون تطبيقات، بعد ذلك تنزل الى هنا امان وقيود مصادر مجهوله، تبحث عن تطبيق انلينكد، هو يكون هكذا تعطيه الصلاحيه. الان سوف نعود الى الواجهه ونفتح تطبيق انلينكد لاول مره. كما ترى عندما تفتح التطبيق اخي الكريم تجده فارغا ليس فيه شيء. ولبعض الاخوان الذين يعني يسألون لماذا هذه الطريقة، لان هذه الطريقة اخي فيها جميع التحديثات، هكذا لن نفعل فيديو كل مرة يخرج تحديث جديد لتطبيق. على سبيل المثال التطبيق اللي حملناه اليوم في المستقبل ان شاء الله اذا كان هناك تحديث جديد لا داعي لفعل فيديو اخر بتحديث جديد، كل ما عليك فعله هو حذف النسخة القديمة. تأتي الى هذا المتجر اخي الكريم وتحمل النسخة الجديدة. المهم الان تضغط على add new library وهنا في خانة البحث اخي الكريم تكتب يوتيوب DZ 2، يوتيوب DZ 2. بعدما تكتب هذا اخي الكريم تضغط على زر العودة مرة واحدة وتضغط على انتر. الان هذه صفحة ترحيبية، تضغط على انتر مرة ثانية. الان اخي الكريم عندما تدخل الى المتجر اريد منك ان تنزل الى اسفل المتجر حيث تجد قسم يوتيوب اكزامبل كما ترى هنا. اسف، كما ترى هنا اخي كريم يوتيوب اكزامبل، تبحث عن هذا القسم هو في اسفل المتجر. بطبيعة الحال اخي الكريم اذا شفت الفيديو اليوم من هذا سوف تجده في يوتيوب اكزامبل،
وإذا شاهدت هذا الفيديو غدا أو بعد غد إن شاء الله سوف تجده في قسمه الخاص، يعني إذا كان لايف تي في ولا يعني أفلام مسلسلات إلى آخره، لهذا تبحث عليه في قسم الخاص به. لهذا أريد منك أن تشاهد الفيديو من الأول إلى الآخر لأنك سوف ترى اسم التطبيق وصورته، هذه هي باش الإنسان يفهم. المهم لتحميل هذا التطبيق أخي كريم تضغط على أب هنا كما ترى، بعد ذلك تضغط على داونلود، والآن تضغط على أول واحدة اللي هي install app، بعد ذلك تضغط على install. الآن تنتظر حتى يعود إلى واجهة المتجر وبهذا تعرف أنه تحمل. إخواني الكرام لاحظت أن بعض الناس يقولك failed installation، تخرج لهم بعض الأحيان لا يستطيع تحمل تطبيق. كل ما عليك فعله أخي كريم كما ترى هنا تضغط على تطبيق وتقوم بفعل delete download أسفل هنا delete وتعاود نفس الفعل هكذا download وتقوم بتحميل التطبيق إذا لم لأي سبب ما لم يتحمل معك. وأنا هنا تطبيقات جميعها تعمل إخواني الكرام لأنني أقوم بتحديثها كل مرة أجد تحديث جديد. المهم إخواني الكرام كما ترون نحن نعمل بقوة لإعطائكم تطبيقات رائعة، ولهذا أرجو منكم الدعم إخواني الكرام لتحفيزنا لتقديم المزيد، لأن أرى الناس بزاف يا أخي يستفيدوا من هذه التطبيقات ولكن لا يدعموا لا لايك لا تعليق لا والو. ومن هذا المنبر أريد أن أشكر إخواننا الذين دائما يدعموننا في التعليقات الجميلة، إذا أريد أن أشكركم شكرا جزيلا. المهم هذا الفيديو كان إذا أعجبكم أمل منكم كما قلت الدعم، وإلى المرة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.